ما اللي لوموها عليك؟ قالت يا سيدي، قال لك يا سيدي ليله الانتخابات انت والزملاء مع فريق تونس اليوم، قال لك نهار اللي مش مشكله انتم ماكم دي كرونيكور، من حقكم انكم تكونوا عندكم راي، عبرتوا على رايكم تيله الحمله الانتخابيه، كل واحد قال شنو حب يقولوا، لكن يقولوا وانه فما انتباع، وانه ليله الانتخابات وقت اللي خرجت النتائج انتوما البلاتو ولا عزيكم تقبلوا العزاء، معناتها وفما كآبه وقت اللي الموقف اللي يقول لك السليم هو وانه في نهارتها واحد كارو خلاص القول هو الشعب قال كلمته. قيس سعيد طلع طلع رئيس بإرادة الشعب بالصندوق، النجم كان نتمناه له التوفيق، وكيف هو باش ينجح رأيه فيه نجاح للبلاد. قال لك انتوما وجوهكم مندوب ممدودة صفر، ما نقص كان باش تعباد جيت تقولكم البركة فيكم. الكلام هذا سمعته ولا ما سمعتوش؟ أنا مش قلت أني نواجه في خصم غير معروف يقولوا، شكونهم اللي يقولوا؟ أنا ماذا بيا واحد يطلع يقول أنا نقول الكلام هذا اللي قلته لي سمحني ما تقالش في البلاتو. ما قال اولا مش دوري اني باش نهني بالفوز، ماشي دوري، لا لا، ثم مقدمه البرنامج هي التي تدير الحوار مريم بالقاضي، وقالت له الكلام هذا وتوجهت بالتهاني للفائز وللشعب التونسي. انا ما جيتش باش نهني، وانا قلت الجمله هذه، قلت مش دوري انا كمعلق لا باش نهني لا نبارك لا نزكي، مانيش في ماتش كوره نقول له هارد لاك، يعني مش دوري انا. الحاجة الوحيدة بعد تقول له جود جيم، معناتها مريم وتقول خسرته. قالت له انا نقول لك الحقيقة صارت مبالغات في هذا وعملية تشويه مقصودة، الخطأ نتاعنا وين؟ ونسمح لروحي نحكي باسم المجموعة. بعد انا خذيت مسافة وعاودت تفرجت وشفت. تعرف شو عملنا احنا بالضبط؟ احنا استدعاونا في عرس. ناس شيخة وفرحانة وناس زايطة في العرس. هي مفخيل الميزان مال العرس فرحاني. هي احنا قاعدين طاولة من دون الطاولة الكل. هي بدينا ننبروا. هي والله ها والله هذا هو اللي صار. هو هكا هكا حتى لهنا صحيح. والله الكسكسي مالح شوي. هي اللحم شارف. هي ما يقبل منك حد. ينجم يكون الكسكسي مش بنين واللحم خايب. اما وقتها ما يسمعك حد وما يقبلها ما يقول لك انت شنو جاي تفسد علينا في فرحتنا. يمكن كان علينا ناجلوا انه نعطيه راينا في هالعرس. يمكن مش نهاره العرس، مش نهاره العرس في هذا وي. اما سامحني متغشين على شنو؟ على شو متغشين؟ يعني لا كنت انا طرف في الانتخابات، كنت مترشح انا وخسرت. اي هما يعتبروا معناتها النقد اللي يجي اي معناتها على اساس فما خيبه امل كبيره ياسر من نتائج الانتخابات. على شكون كنت مراهن انا؟ برشا كلام. لا ما هو هذا الكلام، كل شيء ينقص الكلام يزيد. اني على شكون؟ شكون الجواد الرابح اللي كنت مراهن عليه؟ مشيت فيك زبيدي في فتره معينه. اي وبعد؟ ومن بعد كي ما عادش زبيدي مشيت فيك قروي. شوف قولي خذها بالمعاني الكل. اولا اني مانيش من الناس اللي يبدل الراي بسرعه. فماش هو الانسان يعني السوي اللي عنده قدره يغير ويراجع. مش محمد بوغلاب لا يكون، ولو انا ساند عبد الكريم الزبيدي كنت اعلنتها، بل بالعكس انا في البلاتو قلت الصحفيين اللي يخدموا في حملات. انت مش قلت ما صحافي رايك وانه صحافي يظل لي قلتها زاده ويظل لي في البلاتو نتاع تونس اليوم، قلت وانه الصحافي ما يلزموش يقول شكون باش ينتخب. قلت ما يتاثرش على الناس. هذيك مو حليت يعني بالو تصرف صحي على روحي كي قلت الجمله هذيك. لهنا فما شويه تناقض. كيفاش؟ انفصل خاطر واني انا نجي عندي زوز اشخاص باش نختار ما بيناتهم شكون باش ننتخب هكا ولا لا به، واني انا نجي بصريح العباره نقول انتخبوا الشخص هذا، قلتها بصريح العباره راو بالنسبه لي انا الشخص هذا خير، هذا موقف. وانك تجي انت انا راني مانيش باش نقول شكون ننتخبوا، اما راو هذايا بيه وعليه وهكا 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 وهكا، وراو هذايا باهي وحلاه ومحلاه ومزن وكذا وكذا وكذا، اما مانيش باش نقول لكم شكون ننتخبوا. انت اون ديريكت تقول شكون لو كرونيكور هو راو من دوره انه يعطي وجهه نظر وبالتالي اثر على العباد، انت بصفه مباشره او غير مباشره تاثر على العباد. انت كما قلت ماكش مقدم برنامج، انت كيف تعطي رايك في الكرونيك نتاعك تأثر على العباد، عندك تأثير علي أنا، معناتها تعطيني وجهة نظر أخرى، نقول أنا تيان والله كنت نخمم هكايا، بالك محمد وجهة النظر نتاعو هو مغايرة، نولي نخمم كيف هو، فبالتالي أنت في نقدك المستمر
لطرف معين تنجم توجه في الرأي العام قاعدة. هل ترى متفقين أنك أنت توجه في الرأي العام ولا؟ شوف أخي أعطيني فرصة نجاوبك. تفضل. الرأي العام راه ماهوش حريب شال البلعان. ما فماش هذه أنت تعمل له زريقة تحت الجلد معناها لا نقولوا واني ولا يقولوا غيري مش ياخذوا قرآن مسلم. وأنا بالعكس كي نعطي رأي نقول ما تسمعنيش يا سيدي، فكر. أنا أدعوك لأنك تفكر، لا أدعو المشاهد لأنه يتبنى رأي. كي حكيت على الصحفيين أنا حكيت في سياق، قلت مدونة السلوك في البي بي سي تمنع الصحافي أنه يشارك في مظاهرة، أنه يدلي برأيه في اجتماع سياسي. قلت احنا في مسار انتقالي في امريكا، في امريكا اوبرا وينفري تستدعى سامي، احنا امريكا كيف كيف تستدعى ضيف تقول له انت راك مساند دونالد ترامب، اما انا راني باش نصوت باراك اوباما. ماكش في امريكا، امريكا عام 61 في خطاب التنصيب كينيدي خاطب الامريكان قال لهم ما تسالوش بلادكم مش تعطيكم، شنو انتم انتم شنو قادرين تعطيو لبلادكم. هذا عام 61، احنا 2019 الشعب يريد مسافة بعيدة، مسافة بعيدة. ما تقارنيش، أنا قلت مسألة أعطيت رأي، ما نظنش إلا أني كفرت راهو. معناها تحميل الأشياء يقول لك الجمل ما يشوفش حدبته، معناتها من شيرة تقول منشط ما يلزموش يعطي رأيه، ومن شيرة أنت كل يوم قاعد تعطي في رأيك. نعطي في رأيي مش في الأشخاص. هذه خدمتك في المواقف بالطبيعة. دخلنا في الأشخاص، ما نقولش فلان يمشي مع فلان ولا ضد فلان. وارجع للي قلته الكل، كان تقاني نهار حكيت على شخص معناه باش نكيلو المديح او نسب شخص، نحكي على المواقف على الرؤيه على التفكير فقط. انت قلت لي على زبيدي وبربي لهنا نحب، لانه المساله خذات بعد يعني متاع شر. يعني ثم شكون اللي وصلوها حتى لرئيس الحكومه، وصلوها لوزير الثقافه بني اشتغل في مدينه الثقافه. محمد بوغلاب عمل الحملة متاع عبد الكريم الزبيدي من مدينة الثقافة. أنا لو نتكلم ونسمي اللي عملوا الحملة ويدوروا من بلاصة لبلاصة، أماني إنسان عندي حياة. حملة لشكون؟ لا فايدة باش نقول لك لشكون. لا أنا طرف معناها. لا الطرف اللي راهنوا عليه. معناه يوصل الاتهام، صدقني أنا عبد الكريم الزبيدي نعرفه وعلاقتي به طيبة. نهارت اللي أعلن ترشحه ما جمعني به حتى تليفون الفين صدرت النتائج وتم اعلان انه هو ما نجحش. من اللي اعلن ترشحه ما صار بيناتنا حتى واني لانه وقتها بالنسبه لي مش تولي فما كونفليكت انتيري بالضبط تضارب مصالح، ولا مرشح في سباق بعد ما فات يعني الانتخابات. رجع سي عبد الكريم البارح واليوم وغدوه انسان نقدره ونكله كل محبه، واللي يجمعنا بعيدا ولا نهار. سي عبد الكريم الزبيدي ما حكى معايا في موضوع السياسه وانه قبل لا يعلن ترشح حكينا حتى قبل اشهر في الموضوع هذا، اما نهار اللي قرر انه يعلن ترشحه اللي عنده دليل راني نهار يعني حتى استدعوني في تدشين يعني ما قرحمته مشيت لا اللي هو ولا لغيره، ما نمشي لحد داني اني لخدمتي وداري والقهوه نقطه ارجع للسطر، لا تقاني في عشوات ولا في حفلات تجنبا لهذا. لكن مع الاسف تلقى ماكينة معناها الصحفيين هم آخر ناس محتاجين حد يسبهم، لأنه احنا قائمين بالواجب في بعضنا. الناس بطلت ما عادش تعلق على السياسيين وعلى الوضع في البلاد، ولا موضوعهم المفضل محمد بوغلاب في تشويه وكذب وافتراءات. شوف لا عندي نقابة، ربي نكمل الجملة هذه سامي، أنا لا عندي نقابة تغطي عليا، ما عنديش نقابة تغطي عليا، ما عنديش منظمة تغطي عليا، عندي ناس تحبني فقط. الناس هذم اللي يطلع يكذب باش يشوهني، الناس تعرف الناس، وانا ما جيتش اليوم راهو، انا يعرفوني من اللي كنت تلميذ في الابتدائي. لا انا نعرفك من اللي كنت في قناه 21 وما دخلتش وقتاش قلت لك نخرجوا شيات. اي اي ما احنا شيات، هذا مازال حل. انا كنا نخدموا بسبب بعضنا فرد استوديو، دونك ما جيناش البارح. ما جيناش البارح. اما باهي.